قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الفلسطينيين يواجهون تهديدا مباشرا يطالوا حياتهم بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى تهجير أكثر من 1,700,000 فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب وقتل وإصابة عشرات الآلاف منهم. ولفت جلالته في كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي إلى أن أكثر مشاريع الأردن طموحا وأهمية ترتبط بالمياه، حيث يهدف مشروع وطني كبير للمياه إلى تحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسية في المملكة. وأوضح جلالته أن مشروع الناقل الوطني للمياه سيعتمد على الطاقة المتجددة، وهو المجال الذي قطع الأردن فيه شوطاً كبيراً. وبيّن جلالة الملك أننا في الأردن نمضي قدماً لإيجاد حلول في مجالات الزراعة الذكية للتعامل مع أثر التغير المناخي ليصبح مثالاً يحتذى في المنطقة. في هذه الأثناء التي نتحدث فيها يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا لحياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقتل وأصيب عشرات الآلاف منهم في منطقة تقع على الخطوط الأمامية لأثار التغير المناخي. يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي. وفي غزة حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب. لذا أصدقائي، بينما نلتقي اليوم للحديث عن ضرورة التعامل بشكل شمولي مع تحديات المناخ، دعونا نشمل الفئات الأكثر هشاشة، الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم، والعائلات اللاجئة والمجتمعات المستضيفة في منطقتنا والعالم، وللتصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة. جمع الأردن جميع الشركاء الدوليين للتنسيق حول آليات تزويد الغذاء بشكل مستدام للقطاع.